شد كمان، شد كمان، ما انا بشد اهو يا عم بشد. كام عندك؟ 30.56. ماشي، اللي بعده. مهم جدا وانت بتعمل اي شغلانة تفكر انت بتعملها ليه قبل ما تكون بتفكر انت بتعملها ازاي. البي اتش اي شيت هو واحد من الحاجات اللي بنرجع لها كتير جدا كل يوم وكل ساعة اثناء شغلنا في البريمة علشان نعمل بيها شوية حسابات، او بنرجع لها لما يكون معانا مشكلة. اول قياس بنقيسه هو الاودي او القطر الخارجي للمواسير، وده انا برجع له لما اكون عايز احسب الكاباسيتي او الفوليوم او حجم الطفلة اللي انا محتاجه علشان اعبي الفراغ الحلقي اللي ما بين جدار البير او الكيسنج والمواسير بتاعتي اللي موجودة في البير. رقم 2 هو الاي دي او القطر الداخلي، وده انا برجع له لما اكون هنزل اي تول او هرمي بول علشان اكتف حاجة معينة جوه المواسير، ومحتاج ان انا اتاكد ان كل التولز بتاعتي هتقدر تعدي من جوه المواسير، فبرجع للقياس بتاع الاي دي او القطر الداخلي. تالت حاجه بقيسها هي الطول، وطول المواسير انا برجع له علشان احسب الفوليوم اللي انا بحتاجه علشان اعبي طفله جوه المواسير. 4 هو الثريد بتاعي او السن، وده طبيعي برجع له علشان اعرف الكومبينيشن بتاعت الاسنان اللي انا هنزلها جوه البير، واذا كنت محتاج كروس اوفرز او دبل بن او اي صب علشان اقدر اعمل بديل تحويلي ما بين الاسنان اللي انا نازل بيها في البير. رقم 5 هي حاجة مهمة جدا اللي هي الفيش نيك. الفيش نيك هي الرقبة اللي انا بقدر اصطاد منها المواسير بتاعتي لو حصل ان انا عايز اعمل فيشنج، لو المواسير دي وقعت او استكت او ضاعت في البير. والفيش نيك لازم علشان اقيسه بنجاح اقيس حاجتين، الفيش نيك لينس او طول الفيش نيك، والفيش نيك اودي، وكتير قوي بننسى نقيس واحد من الاتنين. رقم 6 السيريال نمبر، وده انا بحتاجه علشان لو حاجة ضاعت في البير اقدر ارجع للحاجة دي ومواصفاتها بالظبط في المصنع بتاعها كانت ايه. اخر حاجة بنعملها عن طريق القياسات دي وخصوصا عن التولز اللي هي احنا مش بنمتلكها، الرسمة. بقدر ان انا ارسم التول اللي نازلة في البير بكل حتة فيها، بكل تفصيلة، بكل قطر فيها، بكل فاصل من الفواصل اللي موجودة في التول، علشان التول دي مش بتاعتي، فلو حصل اي مشكلة بقدر ان انا ارجع لها. وبكده يبقى انت في البي اتش اي شيت بتقيس 6 حاجات، الاو دي، الاي دي، الطول، الثريد، الفيش نيك لينث والفيش نيك او دي، السيريال نمبر، وبنرسم الحاجه اللي نازله في البي.